اهلا بكم مضيف الاستوديو الدكتور عيد سعيد مبارك. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ نصر وبالسادة المشاهدين قناه مكملين، وكل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم. يعني هو اول سؤال انا بساله ليك، يعني من انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال ده طبعا بساله كتير في اماكن كتير، طبعا انا لا اخفى عن التعريف. بتخرج لاماكن كتير؟ اماكن كتير في بره مصر وخارج مصر. بتخرج كتير يعني؟ بخرج كتير. حتى في اماكن الدول الصديقه والعديقه، انا بروح الصديقه والعديقه. يعني العديقه دي؟ العديقه اللي هي اصدقاء تحولوا الى اعدقاء. اعدقاء. حتى الدول دي انا بروحها علشان اواجه الحجه بالحجه والدليل بالدليل، لا نخشى ولا نخاف الا من شويه ناس، حاجات بسيطه يعني. عيد سعيد مبارك عليكم. ايوه، مين انت بقى؟ ايوه انا عيد سعيد مبارك عليكم. انا فاكره بتقول لي كده. وطبعا عيد سعيد مبارك عليك يا استاذ خالد وكل الساده المشاهدين. يا استاذ ناصر وكل الساده المشاهدين وكل الناس الطيبين اللي بيتفرجوا عليك، كل سنه وانتم طيبين. ده اسمي، اسمه مركب على فكره. هو ده اسمه مبارك. عيد سعيد مبارك. ده اسمك. الوالد بقى احمد. عيد سعيد مبارك عليكم احمد. رئيس حزب. عيد سعيد مبارك عليكم. عليكم ده معانا برضه. ده طبعا اسمه مركب. عيد سعيد عليكم. عيد سعيد مبارك. مبارك. مبارك عليكم. عيد سعيد مبارك عليكم. اتولدت في ليله العيد. طب فسموه كده. كان ممكن يسموك عيد بس. ممكن كانوا يسموك لو في يوم مبارك بس. طب لو سموك مبارك. لا 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 لا، انت كده تداخل في مؤسسات الدوله، تحصل ازمه، تحصل مشكله. لا، عيد سعيد عليكم مبارك. لا، عيد سعيد مبارك عليكم. عليكم دي في الاخر. عليكم دي في بتضم بتشمل، بيسموها اشمام بعد التفصيل. بيسموها ايه؟ اشمام بعد التفصيل، يعني بنصفر وبنشم بقى في الاخر. تشم بقى ريحه اللي فات كله. عليكم. عليكم. عيد سعيد مبارك احمد. عليكم. احمد دي في الاخر. طيب، في الجد بقى ينعاد عليكم بالخير والبركه، ده مركب برضه بس مالناش دعوه. لا مالناش دعوه، بيخلينا في احمد. طيب، ايه طبيعه مركزك اللي بتديره، خاصه ان كنا التقينا بيك سنه 16 تقريبا، 2016، ايام ما كان السيسي لسه بيترنح زمان. اتقابلنا فيها في 2016. لسه بيترنح ولا بيترشح؟ قصدي بيترنح. لما كانوا مطلعين عليه ان هو كان بيترنح. كان بيترنح. ودلوقتي بعد ما الدنيا استقرت بنلتقي تاني عشان نؤكد بقى الثوابت ونعيد على الناس، بس نثبت ما اكدنا عليه. قبل ما نثبت ما اكدنا عليه، ايه طبيعه مركزك؟ المركز الدريماء هو مركز بيهتم بالشأن السياسي العربي والدولي. الشأن السياسي العربي والدولي في نفس الذات والمحل. اشمعنى العرب بتأكد عليها قوي؟ العربي علشان الأشقاء العرب السعودية والإمارات بنظبطهم في الحزب، يعني بننجمهم، بيبقى في تنجيم لل أنت اللي هتنجم الإمارات السعودية؟ الحزب. الحزب بتاعك، الحزب بتاعك هينجم الإمارات السعودية؟ طبعًا، مش هما بيظبطونا؟ يبقى ننجمهم. أنت بتنجمهم إزاي؟ لما يظبطونا. يعني انت بتستنى يظبطوك وبعدين تنجمهم؟ يظبطونا، بيظبطوا. لا مش بيظبطونا معنى يعني وحش، لا يعني يعني بيبقى في اكراميات للحزب يعني. يعني فلوس في صوره ايه؟ في صوره حج وعمره، في صوره رحلات حول العالم، في صوره فيلل، في صوره عربيات، في صوره فلوس، مش لازم تبقى فلوس مباشر يعني. يعني هدايا اكراميات. وليست شراء ذمم، بس باكد على النقطه دي، وليست شراء ذمم. مش عشان الفرمة يا واحد. لا، الهدايا ممكن تبقى بلا مقابل. طب والفلوس؟ بتبقى بمقابل ان احنا ننجمهم. انت في كل الاحوال بتنجمهم؟ احنا بننجمهم، تدونا او ما تدوناش. ده انتوا مخلصين. ده اضافه الى ان احنا يقول حزب مصر العتيقه او مركز الدرماء بياخد رشاوى. هو اصلا ما فيش انا في الحزب غير والحاج عبده. مين يعني؟ مين الحاج عبده؟ ده اوفيس بوي يعني. ده الحاج عبده بوي؟ بوي حاج، بس هو بوي. ده البوزيشن بتاعه اسمه كده، اوفيس بوي. اوفيس بوي، بس هو الحاج عبده. انت وهو بس في الحزب؟ انا هو بس، هو مسؤول بعده لجان ثانيه، وماسك لجنات الشؤون الدينيه والثقافيه والشباب. لا، الشباب دي تبعي، وهو ماسك الشؤون السياسيه.